شوفوا اما الصبيان ما في والله العظيم في جوله شغاله ما في جوله انت تشوف ايش احنا ما نشوفه من خقيت على ام 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 يا ميراث ايش ما عند مو قاعد يا الربع ما في شيء عندي هاي يا عيال دقيقه يا عيال شوف يا عيال شوف يا عيال ما في شيء ما في شيء والله ما في شيء صح انت والله العظيم جاني دعم ها مش انا مش دران يا عيال ما يحسب على كيفك وهمي والله جاك دعم والله جاك دعم ويش يا عيال مين وين شوف مش كم جاني انت كم جاني ريف كم كم يا عيال كم جايز 2 مليون نيف 2 مليون يا بنت الناس والله ما طالع شيء والله والله يا نيف 2 مليون يا نيف عملت يا ربع من الدعم من عملت ما اشوف الدعم ما اشوف شيء ما اشوف شيء والله يا ريم 2 مليون والله 2 مليون ما اشوفها يا عيال حظي انا توب 1 اي 2 مليون ما اشوف شيء يا ناس ما ادري ما ادري اشوفه مين ار ام ار ام من جد ار ام ار ام ار ام يا ناس يا ناس شوفوا يا ناس والله العظيم شوفوا يا عيال يا فراس فدا فدا فراس ادري انك مو شاحن ادري والله ارحب يا اخلطك اخلطك مو شاحن مو شاحن اخلطك 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 يلا يلا شوف شوف طالع طالع نيف ارحب يا ارم ارحب لعيون الهلال يا ارم دقيقه 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 لعيون الهلال يا ارم عساك ما تطلع من التحديه كسك 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 انا هلاليه ما ادري عنكم البث معلق عندي بث معلق عندي ارحب يا ارم ارحب ارحب يا ارم ارحب ارحب بذمتي ارحب 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 يا عيال يا عيال شوف يا عيال والله مو طالع لي شيء يا عيال شوفوا شوف ها والله مو طالع شيء خلاص خلك كذا يجيك رزقك لانك انت نحيس والله وجهك الحالة مرض كآبة يا ار ام اقول 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 دز امه دز امه دز امه اسمعوني بمدد شهرين وانا مسافر انتهى النقاش حيك يا رم حيك انت جبت لي صوت نجمي ولا ايش السالفه دائما الدوحه الربع فيها بركه لا جلست بالدوحه والله العظيم فيها بركه ما ادري شلون تستاهل يعني اقسم بالله تستاهل احكام 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 قالت تستاهل احكام وش خلصت الجوله خلصت خلاص والله ودي يا رم اشوف دعمك واستانس عليك والله مو قاعد يطلع لي شيء عين اخوي ما عليك المصممين اللي عندك ما حيقصروا محطوها يا ربع تصاميم محطوها محط ابوريك ابوريك كم طيب لا بس نانا ايش فيك؟ ما وصلنا هالمرحلة من الميانة تفتحين كام؟ اوكي. الفلتر! والله ممكن! شلون اشيل يا عيال معلق؟ والله معلق والله! والله معلق يا ربع والله معلق! حيك يا رم حيك دقيقة دي بحذف الصفحة واجيك. يا يستاهل يا جايز والله نيف يستاهل كل خير اقسم بايات الله ولا ادري ان فراس مو شاحن انا اعرف هذه من الكذبات اللي كذبتها بيض الله وجهك كارم بجيبها بس راح اخصلك بالاحكام بجيبها وينها 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 جيبوها جيبوها يا عيال جيبوها والله من تحت الارض امسكها بشعرها اجيبها دقيقه اي هذه كارم حيك طيب اوكي الحكم الثاني تحطين وين ار ام يا لب ساعاتك يا شيخ اذا اكرمت الكريمه ملكته وانت اكرمت الليم تمرد حبيبي انا يا حبيبي انا ملكتك مدري انت ملك مدري انت ملك الثاني المهم اسم مدري ما بمدح المدح عندي في جهه الحكم الثاني تجيبين ثلجتين تحطينها في فمك مده جوله كامله كذا ابي الدنيا تتبرد ابي فمك ثلاجه الحكم الثالث ايوه ارمي حبيبي لا تزعل من المدح ترى والله المدح في شق وانا في شق الحكم الثالث كفو إيه الحكم الثالث تحطين صورة عرض عندك وتيك توك مدة 4 أيام متتالية دز امها ترى عندي حصانة القم ماذا حصانة؟ والله في حصانة دز دز احنا في بذمتك والله ان في حصانة سكور سكور جامد سكور جامد سكور جامد يلا عشان وعندي حصانة
انت اللي عندك حصانه، انا اللي عندي حصانه. وانا عندي حصانه. انا اللي شوف، انا اخر مره لعبت معاها فازت عليه بسكور مليون، تمام؟ ما ادري انا حكمت علي ولا لا. ما حكمت، سامحتك سماح وقتها. سامحتيني؟ يلا نبدا احكامي. لا بس قبلها عندي حصانه. نفذ 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 نفذ. يلا طب تعال يلا نلعب جوله. نفذ الحكم اي واحد. اوكي بنفذ الحكم الصوره، بس يلا خلينا نلعب جوله الان. اربع ايام، اربع ايام. اوكي اوكي ايام. يلا فرفوس جوله واحده. فرفوسي ليه منهار؟ والله العظيم ذا الانسان من بداياتي بالتيك توك وانا صقع مصاقع، والله العظيم عيال جت اللحظه اللي افوز عليك فيها. يلا يا رب يا ويلك يا الله. من بدايتي في البرنامج من بث 200 واحد محط، انا وياه محط. يلا دي انا بروق على قهوتي مثل ما روقت عليكم، يعني اعذروني. المشكله سكوره بتربل. معليش ار ام، والله معليش خصم التهالك يعني اعذروني. انت وبدرة الغوص هذه مستواك نوي يعني، اعذريني. وش ذا؟ والله احنا غرقناك بالسكوتر يعني، اعذريني يعني. صحيح. تخيل افوز عليك وانت قاعد تشربين الاصفهاني اللي طالبته سلك لك المحل، وانا قاعد اروق عليك بالقهوه افوز. يلا فزت مره، ما حتفوز كل مره طال عمرك. No comment. Shut your mouth. لأن الحين قاعد تشوف الجولة فما راح تفوز. الحين أشوف الجولة، أنا مركز 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 يا نانا مركز خلاص. جايز الدبل 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 جايز. يا عيال مع الدبل أوكي؟ أبغى أروق على سكورة مثل ما أروق على القهوة لو سمحتوا. أر أم يا عين أخوك، يا رب أضيفوا أر أم كلكم. شوف شوف والله شوف 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 كيف أمزمز. شوفون شوفون عيال، تبون سكر ولا ما في؟ أنا سكر. تي. ابلع ميوت. يا ربع الدبل، الدبل عيال، الدبل، الدبل عيال. وغطاك الهدف عشي غطاك وبرشها ونرشي
احمري واحساس قلبي اجار الشداد في حبك هذب قصم صخر جبه الوادي وحدر من علي يلي تنام مهما تعددت اسمائك تبقى واحد والله العظيم مهما كثرت اسمائك تبقى واحد والله العظيم ابو حيك حيك يا مجنون حيك حيك يا مجنون حيك حيك بدون ما تحيك من اول خلق حيك ذهب ذهب يا ذهب ذهب يا ذهب سويت بتكتب ايش سويت بتكتب الله يبيض وجهك صدعت خرب بيتك صدعت صدعت والله ويلكم والله ويلكم احلى من يسوي تسجيل يا شيخ لا اله الا الله اذكر الله يا عيال يا اذكر الله يا عيال يا عيال اذكر الله يا عيال تكفون يا عيال اذكر الله يا عيال انا زين اني فتحت بث ولا طلعت مع العيال اتقهوى والله العظيم والله العظيم اول مره الحمد لله طلعت العيال يحلمون اطلع غير جو اقول لا بفتح بث ارحب يا ذهب ارحب والله اشتقنا يا شيخ والله اشتقنا اي ارحب اصيت الو ما اسمع شيء سكور ما الو تسمعني يا رجال ما بقول اقول 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 والله نيف اسمع اسمع بقول لك شيء طيب قولي. والله انك تستاهل يعني في كل خير تستاهلين بعد يا صيتا وكل الاستاذ ذهب بس هذا يعني صيتا ذهب يعني والله شوف والنعم والنعم بذهب والنعم باللي عندك كلهم والنعم بكل الداعمين بالبرنامج بس فراس مو مجهز صدق ولا هو الذهب الذهب ما يصدي اوكي كل اي نو ذات بس ان يعني والنعم بكل الموجودين ما قصرت ما قصر ذهب ذهب يا ذهب ذهب يا ذهب يا مجنون انا قايل لكم الدوحة فيها بركة يا عيال والله العظيم قايل لكم الدوحة فيها بركة من اجل الدوحة فيها بركة والله تستاهل يعني حيك يا ذهب حيك اسمعيني هلا انا عندي نظام السكور الحال حكم هذا اول شيء ثاني شيء الربع ترى مو جوله رسميه ما دز ما يعطيني بخشم الحكم ولا اراك شيء جيب احكامك وعلى الصدام يا ناس ترى هذه مو بجوله رسميه ترى هذه تحدي بسيط كذا وانا قاعد اسوي قهوه يا رجال يا منان اقول لك والله يا اخي والله اني مبسوطه لك نيف سلام عليكم وانا بعد والله العظيم والله يسعدك جميعا الله يسعدك مكبسي مشاهدين ذهب ذهب يا ذهب الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك والله العظيم يا اني ما ادري ايش اقول تعرفون انا المدح يمين والكلام الحلو يصار وانا هنا بالجهه الثانيه ما اعرف امدح ما اعرف فراس محزم السعد والله العظيم لو في كلمات تطلع اللي بقلبي والله لا اقول يا مجنون يا شيخ والله العظيم فوز الهلال وادد لكم الجوله هذا كثير على الهلال يا الله يا الله يا الزمه يا الزمه الاسكار حال حكم الله يبيض وجهك يا ذهب اقول تبى تحكم احكم ما اقدر احكمك على السكور ما اقدر اعذرني اقول السكور كم 8 مليون انا يا طويل العمر وانت 12 مليون عادي تسكي يعني انا ما همتني سكوريات بس الدعم الصح سيتا. نزل 12 مليون صح ابلع يا شيخ ابلع بكنسل دعم حبيبي ذهب الله يسعدك صيتة ثالث مرة جيبه مستوى تعال اوكي ما اقدر اقول لك كل المستوى يا ما خذيتك رايح جاي دز ذهب يا اخي وش ذا ما يسكتون ذول دي اصبر بصور سناب وات دي اصبروا دي يا اخي بدخل على التصنيف دي اصبر دقيقة انا بصور لا سمحت البنات تغطي لا سمحت البنات تغطي كيف ادخل على التصنيف دي يا عرب يا ربع انا ذهب انا حفظت الاغنية من كثر ما اسمعها الحين قدر انا سوى حفظت يا عيال اسمع قدر يا ربي الصلاة يا عيال الصلاة قولوا ما شاء الله يا عيال قولوا ما شاء الله يا عيال قولوا ما شاء الله يا عيال الله يسعدكم الله يسعدكم ابغى اصور ما يوقف ما شاء الله دي شلون ادخل على دي اصبر دي عندي حل شوفون اصبروا تملح بسرعه بنزلكم سناب تملح يا عيال دي خد ادخل بثي دي ايوه
شوش دقيقة أصبروا. بس افتح الطريق يا ابني عشان ما شفتش قدامي. حيك يا ذهب حيك حيك يا ذهب حيك يا اخوك حيك يا مجنون يا مجنون يا مجنون يا مجنون يا مجنون يا شيخ. والله ما عاد ادري ايش اقول والله ما عاد ادري ايش اقول والله العظيم ما عاد ادري والله العظيم. دقيقه اصبروا. ما اقدر ادخل قست والله ما عاد اقدر ادخل قست والله ما اقدر يعني والله ما اقدر والله ما اقدر والله ما اقدر والله العظيم. دقيقه دقيقه قرب دقيقه دقيقه خلنا ندخل. ايش بخوف 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 يعني ده جيب العجب العيال ما يسكت يا ذهب ما يسكت يا ولد شلون اسكت يا ذهب اول مره عاد بدي اسوي كنت حتى احفظ لي تقعد عندي صار تشوفون هذا حيك معلق معلق عندي معلق يعني معلق 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 يا والله معلق 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 علق علق يا ربي علق بس علق علق يا بس علق علق يا عيال علق 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 والله علق ما يا ربع ترى هذا التليفون مو جوله رسميه عيال اللي داخلين بثي هذه مو جوله رسميه هذا بث كذا فتحته عادي كذا قبل لا اسافر انا 10 ايام على كذا على السريع فاتح مثلا من رحله اليوم الفجر لكن الظاهر اني راح راح امدد يا ذهب 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 يا ذهب ذهب والله ما ادري ايش اقول لك والله ما ادري والله العظيم ما ادري ايش اقول لك يا اخي والله ما ادري ايش اقول يا ربع اذكر الله يا ربع يا ربع اذكر الله يا عيال والله ما ادري ايش اقول سجل تكتب اسمه يا والله سجل تكتب اسمه دقيقه والله العظيم والله العظيم سجل تكتب اسمه يا عيال دقيقة خلنا نسأل دقيقة أنا ما أدري شو أقول لك صراحة بس يعني جولة كانت حلوة وكانت أرقام قوية مع أن ما هي لا جولة رسمية وفي ناس حسب جولة رسمية مو جولة رسمية ربعها تحدي بسيط بيني أنا وصيته أيوة الحكم الأول اذبح نفسك الحكم الثاني قصة أنت قلت ما في حكم يلا باي 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 إذا صار عندك مستوى أرسلي تمام أقول لك أنا كل المستوى جزم أنا بالقوة يا شيخ والله العظيم راح أسوي قهوة عيال خلوا أركز بالله تمام حتى قهوة ما خليت يدين أوه يا ربع ما يوقف والله والله عيال ما يوقف دقيقة ربي ليه حار حار انا حار يا الامير حار شيك لي على التبات حار حار يلا رحب المتابعين بعدين اي والله ارحبهم الحين ولا تروح وترجع لي والله على راحتك صراحه على راحتك انت انا والله توني حتى دقيقه ما بعد كملتها والله انت وبيركم يا الامير اليوم تجهزون انفسكم ولان صراحه ما حد بيقدر عليه اليوم اعذرني ما حد يقدر عليك ما حد بيقدر عليه والله اعذرني يا الامير والله ها وانا صرح تصريح اليوم ما حد راح يقدر عليه اليوم بالتيك توك لان جايب اليوم انت تشوف شلون بخليك زي المروحه هالحين المروحه والله قاعد تهوي تهفف من التبات عليكم هلا بالتيم هلا بالعظيم هلا بخ هلا بنيف هلا باخوي يا الامير عبد العزيز هلا وسهلا هلا 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 صدق تصدق الحربي لبيه والله العظيم توني ضاغط ابدا فاتح يعني توني ضاغط ابدا قبل نص دقيقه الا طالبني على طول حار انا حار عشان عنده ذهب ايه الذهب لازم تاخذ الحذر طال عمرك توترت يا الربع انتهي الجوله واليونيفرسات شغاله فوق بكل الاحوال اعطوني بس فرصه دقيقه ارحب بالموجودين وجمهوري احضر شوي وانتم سولفوا مع بعض في القست يلا عطنا ميوت عطنا ميوت انا ابغاني واذا بعد بتجيبون الرابع على بال ما ارحب باللي موجودين عندي الحين لو تجيبون معي واحد فلبيني بفوز عليكم من الحين والله امسح البرنامج يا مرحبا يا مرحبا بالجميع اهلا وسهلا منورين الله يسعدكم والله توني فاتح حتى دقيقه ما بعد كملتها انتم تشوفون لكن طلبني نيف ما بغيت ارده
على طول الله بيض وجهك. يا مرحبا يا مرحبا كل الموجودين، الله يسعدكم. لكن احنا خير يا موسى، متعودين يا حبايب قلبي على هذا نيف. سلام عليكم، ارحب حسوني، ارحب ربع ساعه، ارحب ارحب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حسوني احلى ولد بالكويت، كيف حالك؟ هلا هلا الحربي، يلا حي بروفايل، ويلكم نيف، شلونك؟ والله ما اسمعكم يا ربع، عندي هدايا ما توقف، والله ما اسمعكم، اعذروني يا رجال، لا تقعد تكشخ، ريحنا. عودين المليون نقفله في 6 دقائق، 6 دقائق نقفل المليون. الله يسعدك، ما اسمعك، ما اسمعك كويس، كويس اي حسين، كويس معك. نبغى نشد والشير لا يوقف، وانا بنزل لكم الان، اتواصل مع سناب صوتي يعني واضح، واضح ما في البث، التواصل سناب 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 سناب، ما اسمعكم سناب، تواصل سناب. شوف التوب، شوف التوب، شنو هذه؟ نزلت الان، تستاهل والله، اول حقيبه يا حبيبي. تدري قبل لا تجي وش يقول يا حسين؟ شو يقول؟ يقول بستبدل بعد شوي وبجد. الشاشه قدامكم رباعيه يا ناس، اللايكات تكون على وجهي، هذا المكان اللي تسوون لايكات، مدير اعمالي، مدير اعمالي، عشان ما ما تتوهون وين وين تسوون اللايكات. دعم الاوفيات، دعم الاوفيات على وجهي، لان الشاشه رباعيه. الشاشة رباعية زي ما انتم تشوفون القست، المكان اللي تسوون فيه اللايكات على الشاشة على منطقة وجهي تحديدا. يلا عيال نبلش. نبغى دقيقة حلوة نبلش. وين صاير لبناني يا حبيبي؟ ايه لايكان. انت وينك؟ شكلك مسافر يعني. انا بالدوحة والفجر مسافر مكان راح اجلس فيه 10 ايام، راح تشتاقون واشتاقل لكم، وداعية هذه. ما شاء الله عليك. اليوم سافرت؟ يعني دائما الدوحه فيها بركه يا عيال، والله ما جد الدوحه الا تبارك، والله العظيم. اجل اجل احجز لي بنفس الفندق، جاي بكره عندي جوله. احنا قلنا مليون نسكره في 6 دقائق. انا بشتري الفندق الحين يا حربي. لي دقيقتين من يوم فتح لايكات على منطقه وجهي. ايش رايكم نبلش على الساعه الجديده؟ يلا لا لا انا حسبت تب يا ربع، لا تضيعون في الشاشه، لا تضيعون في الشاشه، من هذا وجهي على المربع يا ما تدري، لعبنا جوله نار والله. لايكات تسوونها في المربع اللي انا موجود فيه. يلا يلا اي الله يسعد. يلا المليون سكره شباب، جوله واحده مسموح، ما في ما انا ما العب جوله واحده، جولتين ما عندكم مشكله يا رب، هذا اخر جولتين بعد جولتين، لكن خلونا شوي على بدايه الساعه. خلاص لو نفتح الحين بيجي الدبل على بدايه الساعه. لا 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 خلنا على بدايه الساعه. يلا ابشر ابشر ابشر. فأنا لسه قاعد أحضر شوي على طول، الطرتوب يجعلكم تسلمون. يعني ما أسمع شباب، شيروا شيروا شباب شباب، الشير الشير لا يوقف، الحقائب ما توقف، طيلة البث ما راح توقف. نيف يلا ما أسمعك حسين، ما أسمعك، تواصل عند الرحمن، والله ما أسمعك، ما أبغى أبدأ الجولة إلا المليون مقفلين، الله يسعدك. نيف صرخ صرخ، لا تخليني اجيك كطرات او شياك. المربع اللي انا خير نزل 7 مليون نسانا نسانا يا عيال. مين انتم؟ احس حبي يا حيوان اخويك انا. مين؟ ما ادري، اي دون نو، اي دون نو انت ما مين انت؟ والله العظيم علي الحرام لو ما تستبدل بكره وتدعمني بجولتي ضد سعود بن لحم. حبيب انا مسافر بكره، وين رايح؟ شوف السناب يا ربع، شوف السناب، راح تنصدمون. واجد ارحب. والله راح اعرف. معه لايكات على الشاشة. مكان كله مشبهوا لي. على المربع اللي انا فيه. تايلاند. هنا اللايكات. تايلاند. يلا الان قربنا على تايلاند تايلاند. 400. الله يوفقكم، لا ولا تابع الهند. دقائق احنا متعودين نقفل المليون في 6 دقائق، الله يسعدكم. لا تستعبط. لا عاد برسيبا ما راح اروح الهند. واجد ارحب. ترى حلوه الهند، ايش فيك؟ على بالك خايسه والله فيها. حلو بس شفت اكلهم على الشوارع، شفت اكلهم ذاك؟ مالك شغل لو اكل مرحبا. شباب اول ما نبدا الجوله عندي ساس بيروح كوري، اذا عنده ذهب ننسى الفوز، ننساه، لكن بس ممكن راح سنس سنس سنس. اول ما تفتح الجوله مرحبكم، مرحبا يا مرحبكم جميع، يا مرحبا. مسافر تنزانيا يا كذاب. والله ما انا مسافر تنزانيا، كلكم منورين اصلا، ما ادري تنزانيا هذه وين. طيب ذهب طلع، انتوا خايفين الربع؟ ايش فيكم؟ العبوا. لا اذا عنده ذهب ولا اللي عنده الله يوفقه، شنو الامور طيبه؟ والله يوفقه. تخلى البرنامج يوقف على الشخص، خايفين منه يا عيال، يقول يا عنده يا ما عنده. يلا يا جماعه نص مليون ما بعد جبناه، ما يصير يا جماعه. المربع اللي انا فيه اللي فيه صورتي تحديدا، هذا المكان اللي تسوون فيه لايكات، لا تضيعون في الشاشه يا امير. والله انا صراحه ادخل بثك اخاف اكبس لك على الشاشه. نيف نيف على المربع اللي صورتي فيه.
الثاني. يلا نبدا الجوله. بسم الله. عيال كم سنه وجه عيال؟ جولتين عيال. جولتين. نتفاهم على الاحكام. نتفاهم على الاحكام الله يسعدكم. احكام ولا بدون احكام ولا وش الموضوع؟ احكام احكام. انا عندي حصان بكسرها. طيب اذا كانت باحكام مين اللي بيحكم على مين؟ انا بحكم على الامير. انت انا معك حسين. انا معك بكسرها. لازم تشيلها يا امير. ليه متى مو باليوم يا اخي؟ انا ما بيها اليوم، ابغاها بعد جولتي بكره. بعد جولتي انا عندي جوله. طيب خلاص بكسرها وبطلع. انا ماني بحاكم عليك. والله انت تتوب. لا 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 اليوم ما بيها تنكسر. انا ابيك بعدين يا امير. ما يصير. ابيك حسين. ابي اجلدك بعدين. اهدى بس عشان نرتب الموضوع رتبه قبل ما نبدا الجوله. يا امير هلا فيصل. ابي اكسر حصانتي. حصانتي حصانتك. حصانتك بعد جولتي. عندي جوله بكره رسميه. الو مستحيل لك حد يصير. ابو فيصل انت تطلب حصانه ولا هو يطلبك؟ هو انا اطلب حصانه. بكسرها. ما ابغى يكسرها اليوم يا اخي. ما ابغاه يا اخي. ابو فيصل يمكن ما يفوز. لا ما ابغى يكسرها اليوم. شلون يعني؟ شلون يعني ما ابغاك تكسرها اليوم؟ انت تحكم على الحربي. اذا فزت تحكم على الحربي. انا نيفي احكم عليك. احكمني حسين. مو احكمني حربي. انت ما تنفذ. حطيت امس الحربي قال لك سجن ما نفذت. وليه ما نفذنا؟ سجلني فالح. لا انا اللي امس ساجن. كم سنه ساجنك ما نفذت. الامير انا بيكسر. لحظه يا حسين. انا نفذت السجن عندك عيد ولا ما نفذته؟ نفذت على العين والراس. ما قلت شيء. بس انا حصانتي بكسرها. حصانتك ما تكسرها معي اليوم. اليوم ما تكسرها معي. خلاص حسين احكم. ما تكسرها. يلا 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 حسين. حسين حسين اسمع ابو فيصل. ابى اخليها غصه هنا. ابو فيصل ما يصير يا ابو فيصل. والله العظيم ما تكسرها اليوم. والله ما تكسرها اليوم. والله خلاص حلف. احكمني حسين. والله لا نفع اليوم. والله ما تكسر. حربي حربي خلاص. مساك الله بالخير. مسيت بالنور. خلاص يا حبيبي. صل على النبي يا وانا اخوك. صل على النبي. شفني شف بالله. صل على النبي. صل على النبي. صل على النبي حربي. صل وسلم بالله. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت عد الحق وانا اخوك. بعدها يا الحربي تكلم صح ولا لا؟ هو حلف. هذا المقصد انه حلف. خلاص انا بحلف يا رب. خلنا ننبسط ونستانس. احكم على الحربي وخل انت والحربي تحكمون على بعض وانا ويا نيف نحكم على بعض الجولتين هاني. تم 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 تم. يلا بعدين الحلو هذا طالع توب بسبعة مليون ومستانس ومبسوط. والهلال فاز اليوم. الامير الهلال فاز. تستاهل يا نيف يا حبايب. استاذ مبروك مبروك التوب يا نيف. مبروك صراحه نيف. استبدل نيف وروح اذا فزت حسين. يلا خلاص انت الحكم بيني وبينك يا نيف و حسين والحربي بينهم بين بعض. يلا تكبيس 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 شباب. الجوله الاولى بسم الله. تكبيس شباب. تكبيس تكبيس. جولتين الربع هذه اخر جولتين بلعبها وبسكر لايفي. تكبيس. اسمعك شباب. لايكات على الشاشه. لايكات على الشاشه يا جماعه. قفلوا المليون الله يسعدكم. وشير شير شير. سويت ميوت. ليه بنزل سناب. اصبر شوف سناب كبسه يا الربع. تكبيس يا الربع على وجهي. اوكي نيف يلا 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 شوف السناب. طيب يا قلبي يلا. ها ما عليك ما عليك ما عليك. الامور طيبه. ما عليك ما عليك. تكبيس يا ما عليك. افتح الطريق يا حسين. افتح الطريق. اسمع نعمتك بس ما فوت يا حليلة مسكين. الحمد لله. انا بغيت يسجل هدف بس هذا ياسين بونو قد مسدد كراتي. انا ان شاء الله هذا الاتحاد ما لعب يمشي معاه مباراة ثانية. هذا ندف لان هذا كبير. اخ ربتي كون. شد 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 عيال يا شد عيال. اخر جولتين عيال. اخر جولتين. ما عندي بد. انا كبير صراحة. الله يبيض وجهك. يعطفون علي ولا يعطفون؟ ما عندي بلا علي يا علي يا علي. والله توب منتم والله العظيم. الملعب. والله مستانس يا عيال. الله يبيض وجهكم يا عيال. الله يبيض وجهكم.
يا الله انا خاقع على السناب وين الربع والله العظيم اقسم بالله العظيم. دي دقيقة طنعا يا رب اذكر الله وما قصر ذهب والله العظيم والله العظيم ما قصر والله يا ربع بقول لكم شيء اني قبل لا بثني مصلي ركعتين سبحان الله كذا دعيت قلت يا رب زوجني واحدة كنا يعزموني اني ضحك يا رب قلوبكم يا عيال عندي عيال حسين حسين لا 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 يا عيال اسمع حسين 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 هاي حسين حسين حيوان يا الله من الحيوان قولوا الملاحي حبوا الانباحي قولوا الملاحي صدق ما عندنا ضايع يا ما عندنا معاك يا ربع خلصت احنا نسيت الشحن حقه في شو بدل اليوم يا نيوبي يا على الصوت على الصوت شدوا حزامكم شدوا حزامكم واسمح يا مسكين وقف وقف باستعداد هاي السلاطين حبيبي دامي حبيبي دامي حسن 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 أنا قلت بس أبغى بيتك عندي بس سقى 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 قول زين قول قول ما شاء الله قول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حبيبي ما يحسد المال شوف ما يحسد المال إلا صاحب المال قول ما شاء الله طيب ما شاء الله عليك الله يوفقك تستاهل ما شاء الله 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 عبد الله الدهمشي ناصر عبد الله الزمني ام اف علي الزهام القعبوبي عبد الله اي بي مين فايز نفيعي الساعه 12 لوزر نيف لوزر تكفى يعني شكرا لك ناصر الزغبي نوال الزغبي دعمتك كينج شكرا لك ضيف الداعمين الله يسعدكم ضيف الداعمين وخاصة خاصة انا مذكر السبيعي ابي تفجرون لي تفجرون لي حسابه بالاضافات الله يسعدكم يا رب اللي عندي ضيفوا اللي عندي وضيفوا اللي عندي تمام ولا تضيفون اللي عندي حسين المهم يا رب الجوله كانت حلوه ان شاء الله الجوله الثانيه بنشد يا رب تكفى اللي عندك وش تبي احكم طيب يا رب باقي جوله باقي جوله باقي جوله اللي عندي اللي عندي سكركم انت والتكبيس على وجهي وعلى وجه نيف كبس تكفون عيال كبس على ذا الخشم داهي والله نعرف انه دابس كبسه واحد احدانا عند المزاح اول مره اول مره في حياتي واحد مره في حياتي ادخل جمال عيال ببث فيك كبسه 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 يا عيال تكبس على 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 شدوا حزامكم مع بعض مع بعض لو السكور ملايين اضربوا والله العظيم اردكم شيء هات الاول هات هات الاول هات انت بقى ادبر 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 صوت المنادق عندهم صوت الطلب ما يقنصون الهدوء بحيرة طبعا الحوية المطلوب ادبر 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 يا رب
for a baby. Baby, baby, baby. She tells him, ooh la, no one's ever gonna hurt you. Ooh la, I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, ooh la, ain't gonna be nothing like you. Ooh la, 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 ooh la. Oh my God, come on, baby, come on! I'm gonna rock you, rock the body, baby, rock the body. Somebody's got you, rock the body, baby, rock the body. Yo, baby, come on, I'm gonna rock you, rock the body. Don't you cry. Rock the body. Woo! Come on, baby, come on, 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 come يا عيال ما تجول يا ما تجول صدقني راح تكشف يوم من الايام اصبر ابي مروه يا مروه مروه تذكريني بشيء الله لا يوفقك انا اعطيها انا اعطيها اف 15 البتاع حي لا تبن برجر شحيتها سكت 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 قاعد اسمع سكت 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 قاعد اسمع سكت تكون عليك ابي ابي اسس الشيء ما بعرف ما بعرف اسس اللي عندي حياكم هاي 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 والله يا كبرى كبرى بتكون الجولة الفاصلة والجولة بتكون مرة نارية تكفون يا رب لكن ما ينفع ما ينفع نخلي أحد الحال عز أرحب يا السعودية أبدا ما ينفع نخلي أحد الحال نكون كلنا مع بعض تكفون ضيفوا الداعمين كلهم تكفون اسمع بنسكر الكومنت الفاصلة هذا آخر جولة لا يخلي أحد الحالة هذا الجولة طلب لا أحد يخلي أحد الحالة هذا آخر جولة عيال وهذا الجولة الفاصلة والله أنه حلو إيد ما تصفق الطرف الدبل مع بعض أوكي بنسكر الكومنت كبسوا على وجهك الله الرحمن الرحيم يلا لا أحد يخلي أحد الحالة يلا يلا فجروا بيت التكميز تكميز هذا الفاصل
المعدبة ابو سيدك تقدم لي وشك انا جوايا حته نظيفه خذها ارميها في اي حته نفسي اقطعها نفسي اقلعها زي ما بقلع عشك انت حبي محدش نفعنا ابد الدكان سطلنا ابي اغنيتك يا ابي دقيقه اغنيتك البصمه لا تخلوني بالحاله يا يا عيال الفاصلة يا الفاصلة تخلوني بي ابي والله ما قصدتك توقف بيبي ابي انت تبطل لك وقف تكفى الفاصلة يا والله انت الكيك والله العظيم انت الكيك يا رب الفاصلة يا الفاصلة يا الفاصلة يا الفاصلة يا ما تخافش انا ابي ادخلوني بالحاله يا اخوان عندي اخر جوله يا عيالي اخر جوله وبس اكتب هذا تصير الله يبارك رجلك اي بي والله العظيم اني ماني زعلان اقسم بالله العظيم يكفي لما تكون عندي ولاد الناس والله العظيم حتى لو يا رجال تعمل صوره دخل فشنو ما فيك والله العظيم يا حبي لك اي بي يا شيخ والله يحبي لك يا شيخ نص الضرب برا الدبل لكن ما قصروا اي بي والله انت بدك كومنت يا دخل صوره تخش يلا انت كومنت كومنت استمتع افرح كومنت افرح ام اف يا رب قلبك ام هذه مروه صح مرة تكفل غير حرف الام مروة غير حرف الام تكفل ضيف الدعمين طلب اي ال اس اي طلب الله بيض وجهك ضيف الدعمين الرياض مسمى الرياض ارحب عبدالله ام كي دنو ام ضيف الدعمين طلب الله بيض وجهكم والله ما قصرت والله العظيم ما قصر جميل لا اله قلوب بيض يكم تكفون لك تحية نيف يا كذلك يا اخوي مذكر السبيعي الله يبيض وجهك بيض الشمس والله ما قصرت 2500 ابي حكمك والله ما قصرت ضيف الداعمين الله يسلمك ضيف الداعمين حياتك لا غصب عنك حبيبي هذا كان حكم ونفذته نوين بصبل انبصبل حبيبي تقول لي اجل نزل لك 7 مليون ها ما قصرت ما قصرت 7 مليون حبيبي الداعمين كلهم حبيبي الداعمين كلهم الله يسعدك فلا تقهرني يا الحربي فلا تقهرني دكتور رابح الزوي قول ما احترمك كيف الجو طبيب يعني طبيب الجوله بيننا ولا مين دكتور طبيب العلم بكره احنا ما مذكر سبيعي راكان الدوسري بكره جولتكم الحربي كويت في اي بي انا يا رجال مسافر الطياره زين خليني اوصل بالاول ابراهيم المصمم بندر العطاوي عزيز وافي عبد الله عامر هلا ضيف الداعمين ضيف الداعمين ما قصر اللي عندك يا الاحكام يا حلوين الاحكام بيض الله وجه الداعمين نيف الحكم الأول الأمير حكمني الأمير حكمني هذا اتفاق من البداية الأمير شوف خلاص تبي تحكم نيف عطني حسين لا أنا لا لا ما تطلع الحرب سكور 2000 حكمني والحربي أنا أطلبك حصان بس يلا تبي خلاص مو مشكلة عشان كذا تبي تحكمني الحرب يا ابو زخارف على اسمك تحكمني عشان كذا احكمك باخذ من السبع يلا احكم استبدلتها حسين طبعا عنده الحصانة خلاص كسرها عندك اجل نيف يا طويل العمر كسرت الحصانة خلاص اي كسرتها طيب حسين كسرتها طيب تعال يا حلو حبيت الحركة هذه الأمير حبيتها تعال يا حلو كمان
ترى ينزل لك 20 اسد ما عنده مشكله الحين. ايه هو يحكم، هو قاعد يحكم علي اذا الاحكام هو. يا ربع تبغى اشتريت كلهم اشتريت يا ربع من الصينيين دول اشتريت. لا وشوف يا الحربي توه الان نازل له 7.5 مليون. خلنا تهنى فيها، خلوني اتهنى، باقي ما تهنيت باقي. الله الله يزيدك. الله يزيدك. الحكم الحكم الاول احترم السبعة مليون. طيب الحكم الاول بنسوي لك خصم من السبعة مليون هذه شويه. خصم الويكند اللي حبيت خصم الويكند. الله يزيده يا رجال ويرزقه. ما قلنا يا حبايبي سبحان الله ركعتين قلت الله يرزق الامير والحربي وحسين ان يا رب يزل له. طيب اسمع الاحكام، اسمع الاحكام. ها الحكم الاول ايش الحكم الاول؟ ما تبث لمده اسبوع. حبيبي شهرين مع السلامه بسكر تيك توك. الحكم الثاني، الحكم الثاني 10 يونيفرس. لا اله الا الله. خلني امدد في الفندق الحين اللي مسافر له انا الحين بمدد يا عين ابوك. الحكم ابن عمي بيض الله وجهك. اخ الحكم الثاني 10 يونيفرس. علامي الحكم اليونيفرسات هذا انا ورده اوكي عليها. من انتم اصلا متابعين؟ من انتم؟ انتم ما اعرفكم من انتم. يلا بس الحكم الثاني، الثاني الامير جولة ملاحي وسعود بكره يا جماعه. يلا اخترت شيء منهم. باقي حكم ثالث. طيب وش ما ادعم عليك حكم ثالث؟ ما ادعم الامير انا. نحكم عليك حكم ثالث. مين جو مين هذا الربع؟ مين مشغل صيل الامير؟ انا مشغلها يا اخي، انا مشغلها. مي بعجبك؟ لا 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 بالعكس غصبا عني تعجبني بعد. انا ما احب الشيلات يا اخي، هذا احب الاغاني الحلو. شكرا. ما سمعت سجلات رواد حصانات نوي. اي هذه ثلاث احكام عندك. حصانات لا اختار واحده. 5 حصانات الحكم الثالث. شوف الامير بث ابشر ما راح ابث لو تبي اسبوع اوكي لانه مسافر. لا 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 ما يقدر. اتحداك والله يبث والله يبث. بس انا عارف انه ان كان بيختار هذا فهو مو منفذ التنفيذ صحيح. غير الدعم انفذ لك حكم. والله غير بس غير الدعم. بس انا حسين ما حد يحكمك. سقى سقى حسين سقى بس سقى. الحكم الثاني تبغى بدل لك وشو من الاحكام؟ بدل الحكم الاول والحكم الثاني حق الدعم خصومات حق الويكند. لا 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 هي هذه احكامي في البرنامج انا، وهذه الاحكام اللي انا انفذها تنحكم علي وانفذها. ما عمري لما قلت لك ادعمني، ما عمري حياتي. لو ما قلت لو فزت عليه بيدعمك لو حكمت. انت قد حكمت قد قلت لي ذا الكلام لكن ما حصل لك. يا الله كنت مو في عي. حسبي الله دائما اقول كلام وانا مو في عي. احسب المهم زي ما قلت يعني واعي. هذه الثلاث احكام خلاص خلها 3 ايام ما بث. خلها 3 ايام. لا 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 حصانه واحده. حصانه واحده لمر حصانه. لا يا اخي خذ 5 حصانات. لا كثير كثير يا امير والله. الله اكبر يعني انك عاد بتفوز يعني. 7 مليون وانا كبشر. انا مكبشر الدنيا مكبشرها. نزلتها واتس انستغرام سناب تيك توك كل مكان نزل. خلها حصانتين الامير توكل على الله. لا 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 طيب تدري شلون بخليها 4 حصانات بنزلها. انا قسمت سوت 4 حصانات. زين الحرب انا جيت زينة. الحرب اعطاني مره حصانتين ما ادري حصانه. انا لا الحرب انا لو حصانة. اني لو الحكم هذا الحين محكوم علي والله بختار من الدعم. الدعم الدعم انا ايش اسوي انا. خلاص عموما 4 حصانات اوكي. ثلاث متوكل على لا لا 4 نزلت لك من الخمس واحده. بسكر الباب ترى بطلع. ثلاث متوكل على الله يا الامير. ثلاث خلاص ثلاث. نزل 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 اصبع ما بقى شيء وينزل. ها يا ولد لا تاخذها. طيب بس ها لا تاخذ حصانات نيف. نفذ اي حكم ثاني. كل دعم ارحب كويس عادي. اللي ما يعجبك غيره. شنو ترى امير غير الدعم. والله ما ادعم في البرنامج انا. هذا هو 3 احكام اعطيتك اياها. طيب الامير لو حكمت عليك دعم تدعمني بعدين؟ والله يدعم. والله انا حكمه دعم ودعمني.
المقاطع كلها تشهد نفذت احكام كثير، مو بواحد ولا اثنين ولا ثلاث، دائما انفذ احكام دعم وتتنفذ. كم حكمت ابو فيصل دعم؟ 10 يونيفرس زي ال توه منفذ عندي مهدي الحبابي، منفذ الحكم هذا تحديدا. طيب نزل شوي الحصانات الرساه، نلعب جوله واحده الربع نفوز عليه. نيف ينزل من حكم الدعم وتدعمه. ايش تقول؟ دعم ماني داعم. من داعم؟ اجل خذ خذ 4 حصانات ابو فيصل. خلاص 4 حصانات. يلا. احسن كم في مره اعطاك حصانات الامير؟ كم 3 ولا 4؟ نيف. نيف. نفذ حكم غير حصانات. نفذ 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 6 حصانات. طيب طيب الامير قول يا اهل الله. نفذ 6 حصانات. الحكم الاول حق ان انا ما بث اسبوع صح؟ صحيح. كثيرة غير انا بث يا الامير والله شو اسوي؟ طيب انا ما بيقطع رزقك يا مسلم يا اخي، ما بيقطع رزقك. غير الحكم انا بنفذ. لا ما غير لك الحكم، هذه احكام انا انفذها. طيب ما انت ما تبي تقطع رزقك على شيء، غير الحكم. طيب هالحين يا بنرجع على نفس الموضوع يا حسين الله يرضى عليك. زيد 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 بنرجع على نفس الموضوع. كيفك يا الامير؟ خلاص ارجوك لا تتصادم معي يا حسين لو سمحت. ابشر على خشم. اي يلا تختار. هي اسهل حكمين لك، اسهل حكمين يا الحصانات يا الدعم. انا بشوف الامير بعدين بلعب معك جوله بعطيك الاحكام هذه ما تبث ولا والله تعطيني اياها والله انفذها. والله انفذها. يلا بخاف حصانات وبعدين القم. خلاص بسحب. لا اسحب يا ما اقدر. والله خيار صعب يا ربع، والله خيار صعب. خلاص والله سهل عليك الامير. والله 4 حصانات حلوه لك. 4 حصانات مستحيل. استبدل ودعم 5. اجل الان نفتح جوله ونزل لي من حسابك الثاني، نزل لي 10 يونيفرس. نفتح جوله نزل 10 يونيفرس سهله. خلاص معي حكم 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 اللي ما بث اسبوع. موافق بس الامير تبي نصيحتي سوي حسابات احتياطيه. تدري يعني يا رجل ما انت منفذ الحكم هذا يا انا عارف انك ما انت منفذه والله. ما بفتح حسابي بعدين هذا بينطبق على حساباتك الاثنين يعني. طيب ينطبق على حساباتك الاثنين. نيف الحين توقف 7 أيام بس. حصانات بيدخل لك أكثر من 4 حصانات. لا باخذ حصانات. خلها 3 يا الأمير. 4 والله 4 خلاص بعد تمام. مو مشكلة. خلاص مو مشكلة. 4 حصانات. 4 يا رب راح يجي اليوم اللي كله نفس السبحة. شفني ها نيف شفني كتبتها الآن. كتبتها 4 مني نيف 4 حصانات. طيب أوكي كذا واضح. مو يا ربع ترى وأنا دائما يسموني مكسر حصانات، هذا اسمي في البرنامج ما عليكم. أخرطها كم السبحة. لا لا بس ما في حكم رابع يا الأمير. حكم رابع يعني ما عندي أنا عاد حكم رابع يا الأمير. أنا أعطي حكم رابع خامس دعاج. خلاص تم الحكم. خلاص 4 حصانات وافله. تبي الان تبي فتحنا جوله الان ونزل من حسابك الثاني 10 يونيفرس. خلاص واخلص 4 حصانات موافق عليها وتم. خلاص يلا مشكله عاد يا الربع انا اخليكم استاذ اسكر بثي والله. نيف دقيقه. 4 حصانات بتلعب. أنا بعطيك الشرب كيفك تلعب وبتنهزم بتاخذ حكم ثاني يعني لو فزت مرتين تكسر حصانتين الثالثة والرابعة ما توصلها. أنا أسمع بقول لكم شيء أنتم ما تركتوا له خيار. الحكم الأول ما بث أقول لكم ما أقدر لازم أبث. الحكم الثاني دعم. أنا في البرنامج ما دعمت إلا مرة واحدة نزلت الأسد وعيونه دمعت ونزلت له مليونين وخلاص ما تحملت. الحكم الثالث ما مع الحصانات لكن لا ألعب معكم بعدين. أنا شايفك تدعم واحدة. مين؟ فاتن مين فاتن؟ أستغفر. كان تبادل يا ابن الحلال بينه وبينها. طيب انت ما تسكت عاد دعمتها الظهر ما حد يدري. اسكت المهم ما تركتوا الخيار لكن لما العب معكم الحربي وانت الامير طال عمرك ما راح اعطيكم احكام. راح احدكم على الاحكام مثل ما حديتوني. لا وليتك تعرف بعد. طبعا كل حصانه ما تكسرها الا بجولتين. عادي حبة ما راح اجيك الا انا متحزم لاخر شيء عشان اكسرك كله. الله يقويك. ايه تمام
الله يعينك. انا مكسر حصانه برنامج لعبتي لعبتي. يلا عاد استريكم الله انا بس اللي وراي سفر الله يستر عليك بالسلامه ان شاء الله ونشوفكم على خير. مبروك التب لانك تب انت. شوف القلم الرصاص انت. انا شوف القلم الرصاص. والله ليتك تشوف ليتك تشوف الصفحه اللي عندي كلها معبيها حصانات حصانات حصانات. تكفى الامير شيل هالمرسم لانه والله جاب لي عقده نفسيه وانا صغير. يا ترى كنت ادرس لاني كل شوي امسح حصانه وازيد حصانه امسح حصانه وازيد حصانه. ما لي ما لي انا اكل عادي. سلطان ارحب. والله يا الاميره في مدرس اشتكي لك منه دخل هالمرسم بين اصابعي وضغطها لين بغت. استغفر الله العظيم. حسبي الله اليوم كذا ما جاب لي تشوه وتعوق في اصابع اللي هو. المهم نستودعكم الله ونخليكم مع بعض. وجايك يا الامير جايك جايك بعد. وانا بانتظارك عشان كل مره تجيني واجلدك. بنشوف بنشوف السبع مليون خوفتكم هذه. لا 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 انا اوريك. يلا صدقكم والله ما حسين يبين يا الربع. طيب انا ارسل له يرفض دمكم تقولون حسين يبين. حسين ها قفلت ما قفلت قلت كذا ما حد. الله يوفقك وحصن نفسك. من ايش؟ من عيون الناس. بس كذا بس كذا حصن نفسك. واذا ما تعرف حصن نفسك بسوقك طراق وخليك تحصن نفسك عدل. من بعد الدعم حطيت حسين انه مسلم. احبي لك حسين والله العظيم يا اخي اقسم بالله العظيم يا اخي والله والله يعني يا ربع الامور طيبه ربع الله يسعدكم. نستدعيكم الله. انا بسكر بثي لاني مسافر انا الحين بالدوحه يا عيال. وين بتروح انت؟ ما يخصك. المهم الله يبيض وجهكم مكبسين ودعم. لا والله مسافر مكان حتى متابعين ما يدرون. والله احبي لك. شنو نفذت؟ نفذت حكم الحصانه. لكن شوف يا حسين بقول لك شيء. شوف الحصانه بعلمك الحصانه بتكسرها يعني بتاخذ اثنين 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 بتكسرها. لا 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 حكم واحد انفذ الحصانه انفذ الحصانه حكم واحد. لكن شوف يعني بحدهم على الاحكام بعدين حد. انا يسموني نيف احكام والله لحدهم حد ويعرفوني. خلوهم بيجيهم انا الحين بروح استانس غير جو برد. ما بتسافر يا اخي مكان والله ما قلت متابعين. لكن بقول لك بالخاص. شوف تحل خاص. هلا دعبول. هلا والله حسين. هلا والله هلا والله. ايش نيف سلي شنو نيف هاي بيبسي يلا اضحك. يا 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 ليش ما ضحكت؟ انا ما ابي اسافر الربع. لا لا لازم اسافر الان لازم ادعبول. دزلي شنو مكان دزلي دي اصبر دزلي شنو مكان مكان شنو دزلي شنو مكان دعبول سلام عليكم. انا اللي ما حد عبر فوق صاص محمد. يشبك على طول. هلا نيف اخبارك يا بدر. شنو هذا مكان عادي يعني. اخباركم شباب. ها والله شباب الطيبه. سلام والله كم عادي مستوى. إيه انت كيف تحكي معنا زي هيك؟ ما اجي يا ربع ما اجي. انت كيف تحكي معنا زي هيك يا خوي؟ ما في جوله يا خوي ما في جوله. ما بلشت صيد ولد الديره. طاحت المشاهدات لك ذمه يا نيف. ابو علي انا وياك ولد الديره وتين عيد واحده. انا يا ربع بسكر بثي وراي سفر وراي سفر وراي سفر. شو بدك تسكر؟ بسكر خلاص. دعبول نازل يا زلمه. يلا اخر جوله وراك. اخر جوله يلا يا زلمه عشان تستمتع بالسفر. يلا اخر جوله. خايف مني نيف خايف مني واضح. تعال يلا يلا. ولد الدير بدك تلعب مع بدر ولا معي؟ وعلي بلعب مع نيف. وعلي يلا ولد الديره تعال. يا ولد الديره كيف ابو علي والله العظيم. حسين وعلي انا ابو علي. ولد الديره ها ولد الديره اوكي تمام. حتى دعم ولد الديره يقول عندي تعال. ولد الديره انا بيتي قلبك كويس. كبش يا عيال كبش بالعميت والله العظيم. دعبول اعتزم في يا نيف. يا شيخ انا بحتي انا خلاص انا الحين ما عاد عندي خلاص. انا جيت على اخر شيء. انا الحين صار نحيف. انا الحين تفصفصت
شوف صرت ناشف ما عاد عندي شيء. فرجيني فرجيني ايوه ليش شباب رجعوا وين كنتوا؟ جبتوا لي اكل؟ ما الحيوان مركز على اهدافه يا عيال جبتوا لي اكل؟ ومنك حد المطنوخ ابن المطنوخ ابد ما هذا ابو القرعان دولي ما يعرفون. السلام عليكم ابو القرعان كيفك؟ ابو التعمر طبعا بدر اخواني هذا اخوي الكبير انا بدر بدر اللي هو ما حد فوق أيوة أيوة. بدر بهني ها بدر اقول بهني ها ايوه اللي بدر بس عبر بدر والله اقول بهني ها حط حط انا المحد عبر فوق كل عبر فوق والله افتح طيب حطها 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 بسم الله الغني علي سوي افتح افتح شورت يا استاذ مو انت حطها هذه مو الكويت مالتنا نو هذه مو الكويت هذه مو الكويت هذه مو الكويت مالتنا نيف لا لا امري الكويت تدل علي الكويت دعبور هذا عندك داعب جنبك ما 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 نزل لك شيء انت مع داعم ترى دعبول ركز انت ترى قاعد تجلس مع داعم بطل 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 وقف دعم ما حدا بيستاهل شو قلت له اخوي الكبير من جد ما حد يستاهل يسمح الدعم للاصدقاء لا لا ما يسمحش بصيك الاكل قاعد الدعم للوفياء انا مش وافي الدعم للوفياء تسير بلوك ما يدعم جولات رسميه باقي هذا عبد الله بدر بدر ها بدر حبيبي انت شنو بتشتري بيتنا مش فيه ما ادري مش عرفت مساحه بيتنا كم ما ادري كبير خلط كم صغير اي زين ما في ولا خلط نيف نيف لما تخلص الجولة وقبل لا تبلش تخلطهم بالجولة ما تسوي شيء تعال تعال دعبول تعال تعال نيف تعال ارحب في 511 اتش بي ام بيضا وجيكم يا دعبول الوضع يا البطة جولتين تعال يا دعبول تعال كيف تحكي معي احترمني مين 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 زين نيف السيد بدر تبي منهم شيء ايش اللي تبي منهم شيء تبي منهم علي وياك حبيبي هذا اول جوله بيني وبينك اللي دام فيه والله وياك جولتين جولتين يا حبيبي لا جوله متفقين جوله لا جولتين لا جولتين لا الله يرجك جوله انا بسكر بثي هذا اقول لازم اطلع بسكر بثك بس جولتين حكمكم وين مسافر يا نيف بدر بدر حبيبي لا لا سمار رايح مكان كلهم ناس يشبهوا لي كلهم ناس يشبهوا وايد كويس ما بيروح له يا روح روح نيف روح يا روح روح الله يستر عليك رايح الهند يا الربع ايش فيكم مين يروح الله يستر عليك يروح الله يستر عليك وش 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 اللي يروح وش
الله يستر عليك يا ولد، ما تبي الله يستر عليك روح. الله يستر عليك انت. الله يستر عليكم كلكم اللي في البحر. الله يستر عليك يلا. حتى متابعينك. يا الله يستر عليك. متابعينك. انا اللي ما هدفع. يلا عيال انا راح اسافر والله. قبل اسافر بقول شيء اذا تسمحوا لي، يعني تسمحوا لي دقيقه اصبر اصبر دي. على الطاري كذا دي. طبعا يا ربع وانا فرفر بالاكسبلور والله العظيم حظك انها جت على عرق زين والله العظيم. دقيقه اصبر الا والله العظيم ان احمد ربك ما جرجرتك المحاكم والله العظيم احمد ربك انها جت على عرق زين وانا فرفر على الاكسبلور ما راح اطلع مقطع حتى دي الا واحده منزله مقطع كاتب انها نيف يا يماني مدري يماني مدري عرفت يا عيال. لكن الكومنتات ما قصروا فيها سفلوا فيها. اول حاجه والله وين عند اهل اليمن والله العظيم وين عند وين كنت يماني فانا والله اني اعتز لكن الله يطول بعمرك. يعني ما انا عارف انت حاطه وجه عشان تضمنين اكسبلور ولا فعلا نزل مقطع اكسبلور يعني بس هذا سعادة كثير يتمنون هالجواز والله كثير والله كثير يتمنون هالجواز دخلي يعني في عيونك فوق فوق. والله العظيم أصل وفصل معروفين منهم أجدادنا معروفين منهم ما يحتاج أهايط والله العظيم. كان في أحد في التيك توك يحق له يفتخر أنا أول واحد إن أنا والله العظيم أجدادنا معروفين منهم هذا سعادة فوق. فأحمد ربك إن جت على عرق زين اليوم ولا كان والله العظيم إني برد من السفر وأجرجلك أوريك يا 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 تحريات ضب والله العظيم والله وتحصلون ننزل مقطع مو بسعودية والله العظيم. فوالله اللهم لك الحمد يعني كثير يتمنون هذا الشيء كثير والله العظيم كثير يتمنونه يا عيال الحمد لله لك يا رب. فصل فصل بعد قصبا عن خشمك ارجع من خشمك إن كانت تسمعيني زين لكن الله يبيض وجهكم والله تحمد ربها جت على عرق زين والله العظيم تحمدين ربك إن جت على عرق زين يعني والله العظيم إني ما أدري مقطع حذفتها هي من بغيت أوديها لل أو أطلعها تحريات ضب هذه والله ونعم بالأشراف ما عليكم زود الهواشم والهواشم والهواشم الله يبيض وجهكم ويسعدكم. وأنا قلت لكم إن كان في أحد في التيك توك يحق له يفتخر فأصله ونسبه فهو أول واحد أنا يا الربع كلكم دارين كلكم عارفين أنا من وين ومن وين يعني أصلي وفصلي ومن وين جيت بس إيه كانت تبين إكسبلور والله ما يدري يعني في طرق كثيرة إكسبلور والله عظيم يعني أما لك تدخلين فأصلي وفي قبيلتي والله زين جت على عرق زين يا عيال تحصلنا في الأخير عمرها 10 ولا 11 سنة أوديها وبعدين جابوها والله ما كان قصده والله شو أسوي يا خالي بنتك يعني شو أسوي حرموها من ذا الجوال والله العظيم حرموها عاقبوها فهموها زين لا تدخل التيك توك لا تدخل في الأمور ما لها داعي والله العظيم تجي المركز وقنابير هذين هنا واصلة ميبسة الله يبيض وجهك من رحلة ينيف إيه الله يبيض وجهكم حي الأشراف حيكم من ربع الله يبيض وجهكم ويسعدكم ويطول بعماركم عيال وفعلا ختامها مسك والله العظيم الربع ختامها مسك واحلى بثة بث الربع من فترة طويلة وشكرا ذهب فعلا الذهب لا يصدى والله العظيم على دخول الفخم بيض الله وجهك وفجر التيك توك الربع بالجولات كلها شوف التيك توك 12 مليون الربع دخلوها في عيونهم والله العظيم شكرا يا اقوى جمهور ار ام بيض الله وجهك اي بي الوافي مروة شكرا علي علاوي اس اي خالد ريفان
كلكم مكبسين وداعمين. ولا ننسى كي الربع، ولا ننسى آر، ولا ننسى حصة، ولا ننسى زهوري، ولا ننسى ذئن، ولا ننسى الشباب كلهم برهوم. الله أبيض وجيكم واستودعكم الله يا الربع، ونشوفكم إن شاء الله. أعطيكم الوداعية دقيقة. تنك تنك. مامي مش عايزة نام دلوقتي. يلا يا حبيبي لازم ننام عشان بكرة هنروح المدرسة بدري. يلا على النوم بقى. يلا يا مامي بس سيبيني بقى شوية. يلا نطفي النور. ابقى سطا. لما الشمس تروح وتيجي بدلها نجوم، يبقى الوقت ده ايه؟ يبقى ده وقت النوم.